يا اهلا بكم في كود ستارت مع محمد فتحي، وبنكمل سلسله الدارت بروجرامنج لانجويج. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الفاينل اند الكونستانت. مبدئيا لو انت عاوز تعرف فاريبل ومحتوى الفاريبل ده مش هيتغير او مش ناوي تغيره، فبتخلي الفاريبل ده نوعه كونستانت او فاينل. يعني على سبيل المثال لو احنا كده بنعمل فاريبل وبتعرف الفاريبل ده، لو انت بتقول له var x equal 2، فانت هنا ينفع في اي لحظة تيجي تقول له ال x هيساوي 10، هيشتغل معك عادي جدا. انت عاوز تغير، عشان كده سميناه فاريبل. طب لو انت بقى مش عاوز تغير محتوى الفاريبل ده، فبتخلي الفاريبل ده final او constant. final فكده هيدينا ايرور. ليه؟ لان الاكس هنا بحاول اغير قيمته فكده يعترض. او لو عملنا نفس الكلام ده كونستانت برضه هيدينا نفس نفس الناتج، هيدينا ايرور لان انا بحاول اغير قيمه الكونستانت. تعالوا مع بعض نبدا نعمل مشروع جديد ونتكلم على الفاينل والكونستانت بالتفصيل. لو جينا هنا وبدانا نعمل مشروع ونعمل فولدر الاول ميك داير ونسمي الفولدر ده فاينل اند كونست ونضغط انتر وندخل داخل المشروع فاينل اند ونفتح المشروع ده بالفيجوال ستوديو كود عن طريق كتابة الامر كود ونضغط انتر. هيبدأ المشروع يشتغل ونقفل الويلكم سكرين. تعالوا نعمل مع بعض فايل ونسمي الفايل ده على سبيل المثال اي اسم دوت دارت، وليكن مثلا اب دوت دارت، ونبدأ نعرف المين ميثود او الانتر بوينت بتاع البروجرام بتاعنا عن طريق ان ده بعرف مين، وبعد كده البرانتسيس الاقواس، وبعد كده الكيرلي بريس او الاقواس المتعرجه. وبنقول لو احنا بنعرف فاريبل بالشكل ده اقدر اعرف فاريبل واقول له مثلا var age equal 20، اقدر في اي لحظه اغير الايدج اخليها بتساوي اي رقم، ده شغال معانا. انما انا لو جيت هنا عرفت الفاريبل ده كونستانت معناه ان الفاريبل ده مش هيتغير او مش ناوي اغير قيمته. على سبيل المثال ان انا عايز اعرف هنا ثابت عندي في الكود اللي هو مثلا درجة غليان الماء، فممكن اقول له بدل ما اقول له var البويلينج بويلينج اندرسكور تمب مثلا ايكوال 100، في الحالة دي انا ممكن اجي هنا واقول له ان البويلينج تمب ايكوال 200، هيشتغل عادي جدا. ولو جيت تطبع هيدينا ال 200. نطبع البويلينج تمب ونفتح التيرمينال ونكتب دارت اب دوت دارت ونضغط انتر، هيدينا 200. طب انا هنا مش عاوز بقى اي حد في الكود يقدر يغير قيمه البويلنج تيمب، فممكن هنا في الحاله دي محتاج ان انا اعرفها كونستانت او فاينل. باجي هنا بدل كلمه فار فبقول له فاينل، هيدينا نفس الناتج اهو اشتغل تمام، وتطبع هيدينا الطباعه 100. انما لو جيت تعدل هيعترض. ليه؟ لان ده كونستانت ما ينفعش اغير قيمته. بنفس الطريقه مع كونستانت اهو نفس الناتج هيعترض، انما لو شلنا الكلام ده هيشتغل تمام. ده بالنسبه للكونستانت. طيب ايه الفرق بقى ما بين الكونستانت والفاينل؟ تعالوا نكومنت كده الجزء ده. لو انت عارف قيمه او الفاليو اللي هتتخزن في الكونستانت اثناء الكومبايل تايم، ففي الحاله دي بتستخدم الكونستانت. لو انت مش عارف القيمه اللي هتتخزن اثناء الكومبايل تايم، ففي الحاله دي بتستخدم فاينل، لان كونستانت مش هينفع معانا، وده اول فرق. يبقى لو احنا عارفين القيمه اللي هنخزنها عندنا في الكونستانت فبستخدم معاها اثناء الكومبايل تايم فبستخدم كونستانت. لو انا مش عارف اثناء الكومبايل تايم فبستخدم فاينل. يعني ايه؟ ما تدينا مثال. تعالى كده نشوف مع بعض. لو انا بجيب تاريخ مثلا تاريخ دلوقتي، تاريخ دلوقتي اما البرنامج هيشتغل عاوز اجيب تاريخ ايه، فبقول له مثلا ديت تايم دوت ناو. تمام، انا في اللحظه دي مش هعرف الا لما البرنامج يرن ابدا ان انا ايه اجيب التايم. فانا دلوقتي مش عارف اثناء الكومبايل تايم، مش عارف لازم البرنامج يرن يشتغل عشان اقدر اجيب الداتا عشان اخزنها مثلا في فاريبل. هقول له كونستانت، كونستانت مثلا ماي او ستارت ديت، ستارت ديت ايكوال الكلام ده. طبعا هنا اعترض لان احنا مش عارفين القيمه بتاعه التاريخ اثناء الكومبايل، بنعرفها اثناء الران تايم اول ما البرنامج رن. انما انا هنا في الحاله دي بقى لو انا استبدلت
final لان انا مش عارف، فبستبدل هنا يفضل ان انا استخدم final، فالبرنامج هيشتغل معنا تمام. انما لو انا استخدمت const وحاولت اطبع هيعترض، ونقول له مثلا print هو start ديت، وتبدا ترن كده زي ما انت ايه. هو اصلا دلوقتي بيبدا الكومبايل تايم بيدينا ايرور، تعال نرن برضو هيدينا برضو ايرور اهو، لان احنا زي ما اتفقنا لازم مش عارف التاريخ اثناء او مش عارف الفاليو اثناء الكومبايل تايم، فبنستخدم فاينل. يبقى ده اول فرق معانا، لو جت ترن هيشتغل معانا تمام وهيدينا الناتج مظبوط. طيب الفرق التاني ان انا بستخدم الكونستانت مع الفاليو، يعني مش مع الفاريبل، لا ده مع الفاليو كمان، عشان اعمل الفاليو دي كونستانت. يعني ايه؟ تعالوا كده نعمل كومنت للاكواد دي كلها، ونيجي هنا ونعرف الري. هنتكلم على الري بالتفصيل في المحاضرات الجايه ان شاء الله. لو انا بقول له فار نمبرز، ده عباره عن الري، وبعمل القوسين دول، دي معناها الري. طيب النمبرز دلوقتي ممكن اصيل ليها اي قيم، ادي 2 وتلاتة وخمسة، دي مجموعة من القيم للأري اللي اسمها numbers. ممكن أطبع وأقول له print numbers عند zero، هيدينا 2 تمام. نرن كده ونبدأ نرن هنا، هيدينا 2 تمام. طيب لو أنا بقى جيت كده وغيرت قلت له لا أنا numbers عند 2 أنا عاوزها تبقى هتساوي 33، هيشتغل عادي وهيدينا 33 تمام. ادينا كام؟ نرن تاني هنا نمبر عند نطبع بس الاول نمبر عند 2، انا بطبع نمبر، تعال نخليها نمبر عند 0 زي ما بنتكلم كده، ايوه اللي هي كانت 2 اغيرها ل 33، فبالتالي لو عملت رن هيدينا 33. ممتاز جدا. طيب لو انا جيت هنا بقى وعرفت ده فاينل ورن، هتلاحظ انه هيغير مع ان ده فاينل. هقول لك لا، احنا ادينا 33، احنا بنقول ان نمبر هي اللي فاينل، انما الاري مش، ما قلتش ان دي فاينل، انا اقدر اغير محتواها، انما ما ينفعش اجي هنا واقول له نمبرز ده اللي كونستانت ايكوال اري واغير محتواها، ده اللي ايرور. ليه؟ لان نمبر هنا في الحاله دي فاينل، ما ينفعش تغير محتواها. طب لو انا عاوز بقى تبقى الاري نفسها اللي هي محتواها هو او الفاليو نفسها هي اللي كونستانت او فاينل، ما اقدرش هنا استخدم فاينل هنا، لا انما اقدر استخدم كونست. فهنا كونست معناها ان انا ما اقدرش اغير محتوى، ان الاري او الاوبجكت ده اميوتابل، يعني كانت بي تشينج، ما اقدرش اغير قيمته. تعالوا الرن هيدينا ايرور زي ما انت شايف اهو اكسبشن. ليه بقى؟ لان انت هنا بيقول لك ان موديفايبل ليست، ما ينفعش ايه كانت موديفاي ان موديفايبل ليست، دي ليست كانت بي موديفايبل، ما ينفعش تنفع تعدلها. يبقى ده في تاني فرق، ان انا ما اقدرش بستخدم، بقدر استخدم كونستانت مع الفاليو، انما ما اقدرش استخدم فاينل مع الفاليو، انما فاينل مع الفاريبل نفسها. طيب نفس الطريقه نفس الكلام ده ممكن اعمله بشكل تاني، بدل ما اعرف كونستانت هنا ممكن اجي كده واعمله بشكل تاني، ان انا هنا اعرف ده كونستانت تمام، فبالتالي هيدينا نفس الناتج وهيدينا اكسبشن، لان هنا كونستانت هنا لو حتى لغيت دي هيدينا برضو تمام، وتيجي ترن كده ادينا برضو اكسبشن ما ينفعش اغير. فانت هنا هي اوريدي كونستانت، معناها ان الاوبجكت نفسه كمان ما ينفعش تغير محتوى، يبقى الفاريبل والاوبجكت نفسه ما ينفعش تغير المحتوى بتاعه، او الفاليو نفسها ما ينفعش تتغير. نقول نقطه تانية بالنسبه لل، وانت بتعرف كونستانت او فاينل ممكن تقول له مثلا فاينل انت ايج ايكوال اي رقم، ده فاليد، وممكن تتجاهل الطيب، ده برضو شكل مظبوط. فلو رجعنا مع بعض كده السلايد هنلاقي ان الفاينل يو نيفر انتندد تو تشينج ا فاريبل، لو انت مش عاوز بتنوي ان انت تغير الفاريبل ممكن تخليها فاينل او كونستانت، الاثنين بدل ما تستخدم كلمه فار، بالاضافه الى ممكن تحدد كمان الطيب، يعني تقول له فاينل انت اكس ايكوال 5 اور فاينل اكس ايكوال 5. فاينل فاريبل كان بي سيت اونلي وانس، ما ينفعش انت تعدل محتواها. كونستانت فاريبل اذا كومبايل تايم كونستانت، اهو ده لو انت عارف الفاريبل او الفاليو اثناء الران تايم فتستخدم معاها الكونستانت.
الكونستانت فاريبل ار امبليسلي فاينل، يعني اي حاجه كونستانت هي امبليسلي من نوع ايه؟ من نوع فاينل. لو انا عندي بدي مثال بقول لك الفاينل دي ايكوال ديت تايم دوت ناو، فده فاليد لان انا في الحاله دي مش عارف الوقت دلوقتي الساعه كام او التايم دلوقتي كام الا لما ابدا ارن. ففي الحاله دي ما ينفعش اساين الى كونستانت، لان الكونستانت بيقول هنا اللي هو ايه، ان هو كومبايل تايم كونستانت. انستانس فاريبل، الفاريبل اللي بتعرف داخل الكلاس، وهنعرف الكلام ده بنتكلم على الاوبجكت اورينتد. كان بي فاينل بات نوت كونستانت، اي فاريبل داخل الكلاس ممكن تخليها فاينل، وينفع تخليها كونستانت بس تضيف لها ستاتيك كونستانت. بيدينا مثال هنا بيقول لك انا بيعمل فاينل نيم وبيسميه بوب، ده بيقول ان ده وزاوة التايب انوتيشن، يعني ما فيش تايب. وممكن تقول له فاينل سترينج نيم ايكوال بوب، الاثنين ذا سيم، نفس المعنى. The constant keyword isn't just for declaring constant variable. مش انت بتستخدم الكونستانت بس عشان تعرف الكونستانت فاريبل، لا ده انت كمان ممكن بتستخدم الكونستانت also used to create a constant values، زي ما شرحنا الكلام ده. بنقول ان لو عندي var foo equal constant array، فده معناه ان الفو ينفع تتغير محتواها، لان الفو عبارة عن ايه؟ عبارة عن variable عادي جدا، مش final ولا constant. انما الاري هنا هي اللي في الحالة دي هي اللي constant. final bar equal constant array، ففي الحالة دي ان ده final ما ينفعش يتغير، وكمان محتوى الاري ما ينفعش تعدل وتضيف اي عناصر، لان هي خلاص بقت constant دلوقتي. لو انا هنا بعرف constant buzz equal array، دي بيقول ان دي equivalent، يعني بتساوي او بتكافئ ان انت بتحط constant هنا، فالاتنين نفس المعنى. you can change the value of non-final non-constant variable، اقدر تغير محتوى ده لان ده non-final وكمان non-constant variable، even it is used to have a constant value، حتى لو هي متاخد لها constant هنا، لان ده هو اللي مش final ولا constant، فده ينفع يتغير. وبكده يكون وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة. ما تنساش تشير وتسبسكرايب للقناة بتاعتنا على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله.